اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، نجم التحليل والنجم الكبير الكابتن سمير عثمار. ازيك يا كابتن سمير؟ ازيك يا كابتن؟ مرحبا بحضرتك. كله تمام؟ الحمد لله. النهارده طاقم تحكيم بيقوده حكم سنغالي من واحد من افضل الحكام، او اسمه الحقيقه بالنسبه لنا، يعني انا اعرف الاسم، الاسم ده كويس. قول لنا برضو رايك حضرتك. هو النهارده هيدي لي لقاء ان شاء الله الحكم السنغالي ماجيتي النادانا من دوله السنغال. دول يعتبر من الحكام من النخبه، ايه، بقاله فتره طويله بالرغم من سنه صغير، عنده حوالي 33 سنه بس. لسه راجع من حوالي 3 اسابيع من كاس العالم للشباب في بولندا، وادار مباراتين هناك. حكم من الحكام اللي الاتحاد الافريقي بيعتمد عليه. كان حظه بس وحش بس في الدور اللي قبل النهائي في بطوله الاتحاد الافريقي، المباراه الشهيره اللي بين صفاقس التونسي ونهضه بركان المغربي. حضرتك لو تفتكر المباراه دي كانت من حوالي شهر، وحصل فيها مشكله كبيره، كان فيها جدل تحكيمي كبير جدا، وللاسف كمان بعد المباراه كان بعض الناس اعتدوا عليه من الفريق التونسي. كان قبل النهائي في كاس افريقيا، وخدت جدل كبير وواسع على ادائه التحكيمي في المباراه دي. كان حاجات كتيره اتحسبت لصالح نهضه بركان، الفريق التونسي ما كانش راضي عنها. ونادرا بقى ما حكم في افريقيا يلعب في المستوى العادي ويحدث عليه اعتداء بعد المباراه، بس هو حكم من الحكام الكويسين جدا. لعب في مصر مباراه برضو في بعض الانديه، لعب اهلي وزمالك واسماعيلي ومعظم ماتشات افريقيا في الشامبيونز ليج لعبها. حكم بيمتاز بالهدوء برضو، وثقته عاليه جدا في نفسه، ولياقته البدنيه عاليه. طبعا يعتبر هو من الحكام المرشحين بقوه لكاس العالم اللي جاي برضو ان شاء الله، جاي من ضمن الحكام الجايين في قائمه الشورت ليست. حكام كويسين للثلاث مباريات المصريه، ده ذكاء كبير جدا من لجنه الحكام الافريقيه، ان هي عارفه نجاح البطوله هي بدايه من الفريق المصري. بدينا بالحكم الكاميروني عليهم في مباراه الافتتاح، مصر وزيمبابوي عمل مباراه رائعه، وبعد كده المباراه الاخرى اللي لعبها مصر مع الكونغو برضو كان الحكم عمل مباراه كويسه جدا. والنهارده الحكم السنغالي فيكتور جوميز طبعا من حكام جنوب افريقيا، حكم ممتاز، وانا ارشحه ممكن يوصل يعني مستويات اعلى بعد كده في البطوله. ماتشات سهله برضو، خلي بالك ما فيهاش يعني فيكتور ماشي، بس البلد المضيف كل ماتشاتها يا كابتن اسلام برضو بيبقى عليها العين جامد يعني. فان شاء الله النهارده حكم السنغالي ان شاء الله باذن الله هنستفيد منه النهارده ان شاء الله، وربنا يوفقه ويطمن معاه باذن الله ان شاء الله. علاوه بقى طبعا انت عارف حضرتك بدايه من الدور اخر مباراه هي النهارده يا كابتن اسلام، وبعد كده لجنه الحكام الافريقيه بتبعت بقى لسته ببعض الحكام اللي ممكن يغادروا البطوله، خاصه اللي ما ادوش على مستوى عالي. تمام. بس طيب المساعد الاول الفيس نيوبو، واحد من المساعدين الحكام برضو، يمكن اعتقد اللي لسه اول مره نسمع عنهم يعني. بالظبط، هو بس هو بيلعب مع ماجيتي ناداي كذا مره، انهم دوله السنغال برضو لعب معاه في بعض المباريات. انت عارف ان هم بيبقوا ايه، اطقم مع بعض. تمام. بس برضو هو متعود عليه، وان شاء الله الاساس برضو يا كابتن اسلام في اي مباراه هو الحكم. حكم مساعد برضو عامل مهم جدا، بس في الاخر توفيق الحكم بيفرق كتير، بيفرق جامد جدا، حتى لو في بعض الاخطاء من المساعدين. بس اتوقع النهارده ان شاء الله ما فيش اخطاء، خاصه احنا بعد كده في الدور الثمانيه هيبقى عندنا تقنيه الفي ار. تقنيه الفي ار دي هتبقى مهمه جدا لاستخدام تقنيه الفيديو. واهم حاجه انا عاوز اقولها لحضرتك برضو عشان المشاهدين يتابعوا ما يتفرجوا على تقنيه الفي ار وما يتخضوش، خاصه بالتسلل. التسلل يا جماعه، اما تيجي تتفرج على تقنيه الفي ار ما تظلمش مساعد الحكم. بمعنى هقولها لك، في كرة يا كابتن اسلام هنتفرج عليها بعد الدور الثمانية، وفي تقنية الفي ار فيها شك من التسلل. المساعد مش هيرفع الراية، ويبقى هو شايف انها تسلل بس شاكك فيها، مش هيرفع الراية وهيكمل بقية اللعبة لغاية ما الكرة تنتهي. لو جت جول يرجع لتقنية الفار. هيرجع لتقنية الفار. اوكي. انما لو طلعت بره هيضطر يرفع الراية، فالناس هنا المشاهدين ما يقولوش ان مساعد الحكم اتأخر في رفع الراية. هنا مساعد الحكم ما اتأخرش في رفع الراية، لكن ده قانون جديد. هو بيستنى لغاية نهاية الكورة عشان الناس المشاهدين او المعلقين في التلفزيون ما يقولوش الحكم المساعد اتأخر في رفع الراية. تمام. بيبقى ده قرار هنا سليم. ابرز السلبيات والايجابيات لطاقم التحكيم او للحكم الاول، الحكم الساحة. النهارده هو الايجابيات بتاعته ان لياقته البدنية عالية جدا، عنده حس كروي يا كابتن، تحس كابتن اسلام انه لعب كورة
فاهم كوره، هتلاقي النهارده عنده مبدا اتاحه الفرصه هيجيبها كتير جدا. مش بيوقف اللعب، مش بيعطل لعب. انت عارف الحكم بيعطل لعب بيضيع لك متعه الكوره، انما النهارده عنده لعب كوره هتلاقي بيدي اتاحه فرصه كتيره، مش بتتدخل في اللعب مع طبعا فهمه الجيد للقانون وتطبيقه مش هنحس بيه النهارده في ارض الملعب. بس في الاخر اتمنى له التوفيق باذن الله. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم او الحكم السنغالي مجاتي ناداي، ونرجع نكمل مع كابتن سمير عثمان. أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة مصر وأوغندا المقرر لها مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية إلى السنغالي ماجيت ناداي، وهو من الحكام المميزين في القارة السمراء، صغير السن وحاسم في قراراته داخل المستطيل الأخضر. يبلغ ناداي 33 عام، هو من مواليد الأول من سبتمبر عام 1986، هو من حكام الصف الأول في السنغال، حصل على الشارة الدولية عام 2011 ودار العديد من المباريات القوية في القارة السمراء، كما يعد من الحكام الذين حقق معهم المصريون نتائج طيبة سواء على مستوى المنتخب أو الأندية. هو أدار عدة مباريات للفرق المصرية منها الأهلي وسيمبا التنزاني في القاهرة، والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا. كما أدار الحكم السنغالي ناداي مباراة مصر والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، وفاز الفراعنة بنصف دستة أهداف وظهر بمستوى متميز. كما أدار مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وانتهى بالتعادل السلبي، وهي نتيجة إيجابية للزمالك جعلته يتصدر مجموعته. وأيضا تولى إدارة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي التي أقيمت في الإسكندرية على ملعب برج العرب، وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. وأدار مباراة المصري واتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية ببورسعيد، وانتهى بفوز المصري بهدف، فنتائجه تؤكد أن الأندية المصرية لها حظوظ طيبة مع ناداي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن سمير، كيف ترى مستوى التحكيم في هذه البطوله حتى الان؟ طبعا انا هتكلم في الجزء الاولاني اللي يهمني بصراحه، التحكيم المصري. التحكيم المصري حتى هذه اللحظه الحمد لله انا بصراحه ادي له العلامه الكامله، عاملين مباريات كويسه جدا. ابراهيم نور الدين، امين عمر، احمد حسام طه، محمود ابو الرجال، تحسين ابو السادات، وان شاء الله جهاد جريشا ان شاء الله في الماتش بتاعه ان شاء الله. تمام. الطاقم الحكام المصريين لعبوا المباراتين، عملوها باعلى حرفيه بصراحه، وما حسناش بيهم وما كانش في اي مشاكل. ده بالنسبه للحكام المصريين. بالنسبه للحكام الاجانب، انا شايف نجم اللقاءات السابقه يجي رد اليوم الحكم الكاميروني اللي ادار مباراتين السنه دي، مباراه الافتتاح بين مصر وزيمبابوي ومباراه الكاميرون والكوت ديفوار والمغرب. عمل مباراه كوت ديفوار والمغرب كابتن اسلام مباراه رائعه بصراحه، الواحد برده يعني استفاد من مستواه الفني وتحركاته في الملعب. وبعد كده يجي على طول فيكتور جوميز، عمل مباراة لمصر، مصر والكونغو برضو مباراة كويسة جدا. وبعد كده الثلاث حكام التوانسة اللي لعبوا في الأدوار الأولانية برضو كانوا على مستوى عالي. بس في عندنا نقطة، مثلا أما نيجي لو نفتكر حضرتك ماتش الجزائر والسنغال، ماتش الجزائر والسنغال الحكم إريك جابوني كان عنده ركلة جزاء واضحة جدا لصالح السنغال، وهو كان قريب منها جدا، ومع ذلك الاستمرار اللعب. كان علامة استفهام بصراحة الحكم اللي لعب مباراة الجزائر والسنغال الحكم إريك، لأن هو عنده حاجات أفضل من كده. بس كان حتى القرارات بتاعته الانضباطية، الإنذار والكارت الأصفر والكارت الأحمر برضو يعني تهاون في حاجات، والحاجات المهمة ما ادهاش بصراحة، كانت علامة استفهام قوي لمستواه الفني. إنما بقيت معظم المباريات مرت. شفت إيه في المباريات كلها يا كابتن؟ يعني هل في مصيبة حصلت ولا لسه؟ لا هي بس الحاجة الواضحة اللي كانت المصيبة ركلة الجزاء بتاعت السنغال في السنغال والجزائر، اما الاثنين لعبتين الجزائر دخلوا على لعيب السنغال. انما يميز البطوله دي يا كابتن حاجه
كويسه جدا ويسهل لاي حكم. الاحترام، برافو عليك. الاحترام وسلوك اللاعبين يا كابتن اسلام رائع. متفرج على مباراه الحكم سواء بيحسب او مش بيحسب، هتلاقي اللعيب وهو واقع بيقوم زميله. يعني بصراحه صح. انا شايف الاحترام بتاع اللعيبه حاجه جميله جدا، واتمنى يا رب تستمر في الادوار اللي جايه، خاصه ان كل العالم بيتفرج على البطوله دي. بصراحه ابرز حكم بقى من البطوله حتى من وجهه نظرك حتى الان؟ اليوم الكاميروني. اليوم لعب اكتر واحد لغايه دلوقتي مبارتين، لعب مبارتين، مباراه مصر وزيمبابوي، مباراه كوت ديفوار والمغرب، والاثنين عملهم باداء كويس جدا. ويجي وراه من وجهه نظر يعني فيكتور جوميز. فيكتور جوميز وطبعا الحكام المصريين. انت بتتفرج على كل معظم المباريات بتتفرج عليها وانت عارف انت الحكم الكابتن اسلام، انت ممكن بعد دقيقتين ثلاثه بتعرف الحكم ده مش كويس ولا لا. علاوه انه معظمهم معروفين. وانا مبسوط جدا لابراهيم نور الدين برضو، رجع الحمد لله بشكل جيد امبارح، وقبله كان امين عمر. ما بقاش يتنطط على اللعيبه بقى ولا بيتنطط؟ لا، دول اجانب بقى خلاص، دول اجانب صحيح. الاجانب هو المصريين بس يقعدوا. لا بس ان شاء الله يعني فرصه حبيبنا على فكره، احنا بنهزر معاه كده. انا عارف انا عارف سامعنا دلوقتي. فرصه ليه انه يرجع ان اول بطوله امم افريقيا يلعبها، هو لعب كده شان. كنت اتمنى طبعا البنا يبقى موجود، بس تتعوض له تاني ان شاء الله، تتعوض له تاني. طيب ابرز الاحصاءات من وجهه نظرك في موضوع الكروت الصفراء والحمراء؟ ان هو لغايه المباراه اللي قبل السابقه كان هو كارت احمر، كان حكم التونسي بس هو اللي اشهره، انما الكروت الصفراء برضو كانت معظمها في يعني اقل من المستوى العادي لو قارناها بالمسابقات السابقه. النهارده عند كده توجه ممكن لجنه الحكام، يعني ان انت عايز تمشي اللعب اكتر وقت ممكن. بيقول لك وخلي حالك، ممكن مجرد لجنه الحكام تقول للحكام خليكم هادين شويه، مش عاوزين تسرع في الاول. بالظبط كده. ودي بنشوفها بمعظم بطولات الجمعه، حتى حضرتك تلاقيها في موضوع كاس العالم. بتلاقي توجه لجنه الحكام المره دي عاوزه تركز على حاجه معينه، تركز على تحت الفرصه، يبقى في التحام مشروع شويه في اللعب، فتلاقي الانذارات قليله شويه، تسيب الدنيا ماشيه شويه، هاديه شويه، لان انت مش المفروض ان في التوتر، وخاصه بطوله افريقيا انت اول مره تلعب 24 فريق، فانت عندك كل المستويات. الاول انت كنت 16 فريق كان بيبقى على طول معظمهم مستوى عالي. لا المره دي اللي انا شايفه بصراحه لجنه الحكام حتى هذه اللحظه ماشيه كويس، ورب تستمر كده يعني ان شاء الله. المجموعه اللي حضرتك او مجموعه الحكام اللي موجوده، تفتكر الاسماء اللي احنا قلناها دي، هو هل من الممكن ان في حكم يحكم الافتتاح ويحكم النهائي؟ طبعا ممكن. طبعا يعني حصلت قبل كده، واكبر بطوله حصلت فيها احنا الجايد بتاعنا اللي احنا بنبص عليه كاس العالم، عندنا الحكم الارجنتيني في بطوله كاس العالم اللي فات. الحكم الارجنتيني لعب مباراه الافتتاح ولعب مباراه النهائي بس، ولعب مباراه، لعب كمان مباراه في النص. حكم يعتمد عليه برغم ان عنده اخطاء. وما تيجي بقى تتفرج عليه في بطوله كوبا امريكا، لعب برده الافتتاح ولعب لسه لعب ماتش اول امبارح برضو بين بين البرازيل. فحكم كويس، حكم كويس، انت ممكن تديله كل مباراه مش شرط طبعا. يعني هتكلم مثلا، انا مريت بتجربه قبل كده في كاس افريقيا بتاع كاس العسكري قبل كده، لعبت الافتتاح والنهائي، كان معايا اليوم الحكم الرابع. انت طالما ان اللجنه شايفاك انك ممكن تقدر تادي، ادي زي اللعيب بالظبط يعني. يعني مش شرط مثلا انت عندك المدرب عنده ال 17 لعيب اللي معاه ولا ال 18 لعبوا كلهم، لا انت ممكن تلعب 11 لعيب من اول البطوله لنهايه البطوله. فتوجه لجنه الحكام الافريقيه بعت رساله كويسه جدا لكل الفرق بمستوى الحكام، مستوى الحكام بعتها عن طريق اليوم. محدش كان متوقع مستوى التحكيم يبقى كده. انا عن نفسي بصراحه ما كنتش متوقع، بس المره دي معموله بشكل كويس. المره دي في تركيز، برغم في احنا عندنا حتى هذه اللحظه كابتن اسلام بطوله الشامبيونز ليج لغايه دلوقتي مش باينه بطلها، انت فاهم ازاي؟ بسبب خطا حكم. بكاري جسام لغايه دلوقتي احنا لسه ما شفناهوش، بس هنشوفه من خلاص المباراه هتنتهي يعني 3 4 ايام. بس هو كان عنده ظروف، كانت والدته توفت، ف ممكن ما يلعبش مباريات في الدور الاول. مش مشكله، الدور الاول انت تفضل تجرب كل الناس، غير بعض الماتشات الصعبه اللي هي ايه، اللي هي اخر ماتشات اللي بتبقى في كلها بتتلعب في وقت واحد زي النهارده اللي هي الجوله الثالثه في الاسبوع الاولاني، وان شاء الله باذن الله هنشوفه. ليه بتتلعب في وقت واحد كده؟ عشان مفيش فرقه تسيب الفرقه. متأكد؟ يعني المفروض ده فير بلاي صح؟ ده فير بلاي. بس خلي بالك ده في كاس العالم برضو في كل الدول. بس عاوز قبل ما انهي معاك، وانا جاي في السكه كنت بكلم باسيو، كابتن عبد الحميد طبعا باسيوني طبعا الكبير، كابتن باسيوني مدرب نادي الزمالك واخويا وحبيبي. وكنا بنتكلم، بيقول له هنروح الماتشات امتى وبتاع، قال لي هنروح ازاي؟ قلت له نطلع الفان اي دي. قال طب بعد ما نطلع الفان اي دي هنجيب التذاكر معظمها خلصت. فوالله كان هو بيقترح اقتراح، يعني اقتراح من عنده، بس بيقول لي مطبق في كل دول العالم، ان اللعيبه الدوليين السابقين
السابقين او الحكام الدوليين او المدربين المفروض بيبقى لهم جزء من الدعاوي برضو ممكن ندفع فيها فلوس، بس بتبقى برضو ايه يا كابتن اسلام فيها تسهيلات شويه مفروض. لان انت بتخش تلاقي الجمهور كله طبعا اشترى كل التذاكر، انت ممكن تخلي يعني ايه جزء من التذاكر دي. والله تفكير رائع، يعني بكره نطرحه ان شاء الله بالليل في وقت حلقه الكان 2019 او يوم الثلاثاء ان شاء الله، لانه حاجه مهمه جدا وممكن جدا الدوله تستجيب او يعني الشركه يا رب. الشركه وطالما ان في دعاوي، لان في دعاوي بس احنا مش بنشوفها يعني. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير على وجودك معانا، شكرا جزيلا، وان شاء الله حضرتك مكمل معانا البعض مظبوط ان شاء الله باذن الله. شرفنا وتنورنا كابتن سمير.